بالنسبه لي اول شابتر بتاع الملف السين الفكره العامه بتاعته بيديك مجموعه من الداتا مجموعه من البوينتس بيطلب منك ان انت تعمل فيت للداتا دي بحيث ان انت تكون كيرف معين او تجيب كيرف معين لمرور الداتا. بالنسبه عندك في ثلاث طرق لايجاد الموضوع ده، اول طريقه اللي هي لابرانش، ثاني طريقه نيوتن، ودي بتديك معدل رونوليا، معدل رونوليا في ست حدود. يعني ممكن تبقى من الدرجه الاولى او من الدرجه الثانيه او من الدرجه الثالثه او الرابعه او الخامسه. بالنسبه للكيرف فيتنج ممكن يديك معادله كسر الحدود وممكن يديك معادلات بقى من انواع ثانيه، ممكن معاك يخش معاك اكسبوننشال، ممكن يخش معاك مثلا لوغاريتمك، يعني اشكال ثانيه من المعادلات. فيبقى عندك كده عارف لابرانش نيوتن بيدوب بالنوميال، اما الكيرف فيتنج متاح بالنوميال ومتاح انواع ثانيه من ايه؟ من الكيرفات. هات الكيرف بس شوف الصوره. هناخد مثال كده وايه الحلو في لابرانش؟ لابرانش بيقول لي ايه؟ لابرانش بيديك هو مجموعه من الداتا زي ما انتم شايفين كده مهندسين وقال لك عايز اعمل فيت الداتا دي في باستخدام لابرانش. ماشي فيت الداتا دي باستخدام لابرانش. تعرف ان لابرانش دايما بيديك الديجري بتاع المعدل النوميال بتبقى عباره عن عدد النقط ناقص واحد. يعني دلوقتي انت عندك اربع نقط كده فهيديك كام بقى؟ هيديك معدل من الدرجه الثالثه. ولا معادله الدرجه كام؟ ثلاثه صح كده؟ اديك لو اداك ثلاث نقط اربع نقط يديك معادله الدرجه الثالثه، لو اداك خمس نقط يديك معادله الدرجه الرابعه. يبقى دايما الديجري بتاع الرومونيال بتقل عن عدد البوينتس بواحد، بتقل عن عدد البوينتس بايه؟ بواحد. تمام؟ الحل بتاعك بيبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه دي دي كده اربع نقط فيديك معادله الدرجه الايه؟ الثالثه. تمام؟ بتسمي المعادله دي ممكن جاموس ده برونز بي 3 اوف اكس، بي 3 كده الانديكيشن اللي هي بي دي انديكيشن ان هي بالنوميال، والثالثه دي انديكيشن ان هي بالدرجه الثالثه، ودي انديكيشن ان انت المعدل بالنسبه لاكس. ماشي كده؟ يبقى ده هتساوي ايه؟ هتساوي ال نود واي نود زائد ال 1 واي 1 زائد ال 2 واي 2 زائد ال 3 واي 3. ماشي يا شمسين؟ طيب الواي نود واي 1 واي 2 واي 3 دول بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن البوينتس دي كده بنسميها واي نود، ودي واي 1 ودي واي 2 ودي واي 3. تمام كده؟ ودي بالنسبه ايه؟ الواي. طب ال ال نود ده جبنا ازاي؟ ماشي كده؟ ال ال نود ده كده هو عباره عن حط هنا الدور دي اكس ماينس اكس 1 اكس ماينس اكس 2 اكس ماينس اكس 3. تمام؟ وعندك تحت المقام بيبقى زي الوسط بس بتشيل كل اكس وتحط مكانها اكس نود. تشيل كل اكس وتحط مكانها اكس نود. يبقى عباره عن اكس نود ناقص اكس 1 اكس نود ناقص اكس 2 اكس نود ناقص اكس 3. دي كده ال نود. يبقى ال نود بتحط هنا اكس 1 واكس 2 واكس 3 وتيجي هنا ده بدل اكس دي هتخليها اكس نود. وكل اللي عليك بعد كده بقى تعوض بقى ايه عن قيمه اكس 1 بكام واكس 2 بكام واكس 3 بكام وبعدين تقوم ضارب الكلام ده ايه في بعض. ماشي كده؟ يبقى ده هيبقى عباره عن اكس ماينس الاكس 1 بكام؟ ب 3 واكس ماينس 9 واكس ماينس 13 على اكس نود اللي هو سالب 1 يبقى سالب 1 ناقص 3 سالب 1 ناقص 9 سالب 1 ناقص 13. ماشي كده يا شمس؟ معايا في المكتب ده؟ في حد فيكم حاجه مش فاهم حاجه؟ كل ما عليك بعد كده ان انت هتجيب دول بالاله الحاسبه والمفترض تضرب ده في ده في ده تقعد تضرب الايه؟ ثلاثه باك دول في بعض. ماشي يا شمس؟ انفذ لكم الضرب ولا الموضوع سهل؟ سهل؟ ولا اضربوا لكم في بعض؟ هو الموضوع ان انا هاخد اضربهم ده وبعدين اخد الناتج واضرب ده واجمعهم بشكل. ماشي كده؟ يبقى كده انا جبت ايه؟ ال نوت. عشان اجيب ال 1 ركزوا بقى في اللي انا هكتبه. بتحط هنا اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 2 اكس ناقص اكس 3. يبقى انت دايما اللي بتشتغل عنده ما بتحطوش هنا خالص. انا بشتغل على ال 1 ما بحطش اكس 1 هنا خالص، بحط اكس نود اكس 2 واكس 3 وتحت كده بدل اكس احط اكس 1 بقى. يبقى اكس 1 ناقص اكس نود اكس 1 ناقص اكس 2 اكس 1 ناقص اكس 3. وبعد كده اشيل اكس نود واكس 1 واكس 2 واحطهم في قيمه، وهنا برضه اشيل ايه؟ الكلام ده واحطهم في قيمه. بالنسبه انا عملت في ال 1 اعمله في ال 2. يبقى ال 2 هنا مش هسيب مكان بقى
هتبقى عباره عن اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس واحد اكس ناقص اكس ثلاثة صح كده؟ وتحت بقى هتبقى اكس اثنين ناقص اكس نوت اكس اثنين ناقص اكس واحد اكس اثنين ناقص اكس ثلاثة وبرضه هتعوض هنا بالقيم وتعوض هنا بالقيم وتكون ضارب الثلاثة دول في بعض وبالمثل تجيب ال ايه؟ ال ثلاثة بالمثل تجيب ايه؟ ال ثلاثة يبقى انا كده جبت ال واحد ال نوت و ال واحد و ال اثنين و ال ثلاثة المفترض تعمل ايه بقى هنا؟ ترجعهم هنا كده في سي وبعد ما ترجعهم تعمل ايه؟ تضرب ال نوت في واي نوت واي نوت ده رقم وتضرب ال واحد في واي واحد ده برضه هيديك معادله وده هيديك حاجه وده هيديك معادله وبعدين تقعد تجمع المتشابهات لان ده معادله بالدرجه الثالثه ودي برضه معادله بالدرجه الثالثه ودي معادله بالدرجه الثالثه ودي معادله بالدرجه الثالثه فبعد كده تقوم ايه؟ تقعد تجمع فاضل هو مش فاضل اللي خد بالك لو انت جالك مساله من الدرجه الثالثه حاجه زي كده بتاخد منها وقت كتير جدا دكتور كلام لنا عندنا نقطه طب انتوا سايبين احنا مساله من الدرجه الثانيه كنت بقول الثانيه وخلاص يعني بجد والله ده دي اصلا في الدكتور بيسيبها عايز اقول بس حاجه دي اصلا ما كانتش كده ده كانت معادله بالدرجه الرابعه في قلب الاكسرسايز فانا قلت اخليها من الثالثه وخلاص وانت ليه كنت واخدكم الثانيه؟ وسايبينها ماشي ف معادله بالدرجه الثانيه عمرها سهل يعني الحسابات ساعتها بتبقى اسهل شويه تمام؟ طيب هنا شمهندسين انتوا خدتوا نقطه ازاي اقدر اجيب الايرور؟ اقول لكم ازاي يعني لو طلب منكم ازاي تجيب الايرور؟ ممكن يقول لك مثلا فايلز ايرور ما انا لسه بشوف ان شاء الله يكون ده ليك بيقول لك مثلا عايز ايرور ات اكس ايكوال مثلا 3 صوبة يا شمسية ممكن يقول لك مثلا انك ايرور عند اكس 3 اجيبها ازاي؟ اول حاجه اكس 3 دي لو لاحظت هتلاقي الواد بتاعتها 52 7 صح كده؟ المفترض دي معادله دي كده عندك هي الواي دي واي فانكشن في اكس المفترض لما احط اكس 3 في المعادله دي يديني برضه ايه؟ قريب رقم قريب للسبعه ما هو ايه اللي يظهر من هنا بقى اللي هو مش يديك 7 بالظبط ممكن تلاقي مثلا ايه؟ 6 9 6 مثلا كده ودي بالك شو نسيت فالايرور في ساعتها هيبقى ايه؟ عباره عن طرح الايه؟ الاثنين يبقى هنا الاكزاكت بتاعك كان 7 هنا الاكزاكت بتاعك الابروكسيميت بتاعك هيبقى 6 وشويه كل ما يكون الايرو اقل كل ما يكون الطريقه دي احسن كل ما يكون الايرو اقل كل ما يكون الطريقه احسن فهمتوا ازاي اقدر اجيب ايرور عند قيمه معينه هو هيطلب منك الايرور عند يا اما لو الايرور ما ادكش ايرور قال لك مثلا عند قيم غير كده اعرف ان هو لازم يديك المعادله اكزاكت يعني مثلا يقول لك هات ايرور عند اكس مثلا ب 15 انت اصلا ما تعرفش هو عند 15 بكام ففي الحاله دي لازم يديك المعادله الاكزاكت اصلا اللي هو جاب منها الداتا دي ايه اصلا واخدين بالكم؟ ولا تاني الايرور عند مثلا اكس معينه هتيجي تشوف هنا واي اكزاكت كام وهجيب واي ابروكسيميت من هنا والايرور هو الفرق ما بينهم فبقول لك احيانا ممكن يديك اصلا في السؤال يقول لك الواي اكزاكت بكذا ويقول لك مثلا هات الايرور عند اكس مثلا ب 20 فانت هتجيب الواي ساعتها بقى من المعادله الاكزاكت اللي هو هيبقى مديها لك وتجيب واي ابروكسيميت من المعادله اللي انت ايه جبتها من هنا تمام كده احيانا ممكن يقول لك لما نيجي نحل بطريقه نيوتن يقول لك انهي طريقه احسن والسؤال اللي قال لك انهي طريقه احسن مش هتقولها كده عشوائي هتقولها باثبات ان انت هتجيب ايه الايرور عند اكس معينه في الحاله دي وتلاقيه بقيمه معينه وتجيب الايرور عند قيمه معينه في الايه في نيوتن وهتلاقيه برضه بقيمه ماشي كده وساعتها هتشوف فرق انهي ايرور اكبر يبقى انهي طريقه فيهم احسن تمام يا باشمهندس اولا تاني اولا تاني يقول لك مثلا الابرانش احسن ولا نيوتن هتجيب الايرور في الابرانش وافترض مثلا طلع 1% وتشتغل نفس المساله بنيوتن وتجيب الايرور بنفس الطريقه برضه ما هو نيوتن هتجيب لك معادله ابروكسيميتد وهنا الاكزاكت بتاعه هتجيب الايرور في نيوتن وتشوف انهي ايرور اقل فبالتالي الايرور بتاعه هو اللي اقل هيبقى الطريقه ايه؟ الاحسن تمام كده ولا ايه؟ تحبوا احلكم كمان مساله على الابرانش ولا الموضوع سهل؟ هو الموضوع كله هيبقى اختلاف في القيم بس دي اما الباقي القوانين دي هي كل اللي هيختلف معاك ان انا بحط ايه؟ داتا مختلفه. ممكن احلها على نفس الداتا دي بس احلها بطريقه ايه؟ نيوتن بقى. بس في حاله نيوتن بقى انا ايه؟ مش هحل بقى ايه؟ بانه قال المعادله من درجه ثالثه مش ايه؟ ده كده مش هستخدمه معايا عشان خاطر الوقت. الانفرس ديت هي بقى بدل اكس باور اللي عملته ده اعمله ايه؟
بالعكس يعني هنا مش هسيب هو انفرس يعني اكس فانكشن واي كل اللي بتعمله مع الاكس هيقلب ايه يبقى مع الواي يبقى هنا عندك ده هيبقى الاكس هيبقى اكس ودي كله هيبقى ايه بدل يبقى عندك ال نوت اكس نوت زي ال 1 اكس 1 زي ال 2 ايه وهكذا والال نوت بقى في الحاله دي هيبقى عباره عن ايه هيبقى عباره عن واي ماينس واي 1 واي ماينس واي 2 واي ماينس واي 3 على واي نوت ماينس واي 1 وهكذا يبقى كل اللي هيختلف معاك بدل اكس هتبقى واي تمام نعتذر عن موضوع الاله ما خدتش بالي ان هي ما تنفعش محدش فيكم عارف استخدام طريقة نيوتن بجيب حاجة اسمها دلتا واي او ايا كان هيسميها ايه سواء سماها ايه سماها بي ايا كان المسمى ماشي دلتا واي هتبقى عبارة عن ايه ببقى بطرح ده من ده ناقص ده ديفايد ده ناقص ده او العكس لو انت عملت ده ناقص ده وده ناقص ده هي هي الإشارة كده كده لو انت عملت دولك وعملت دولك كده كده البسط بما ان نفس ترتيب المقام مفيش مشكلة. الإشارة مش بتغير ولا حاجة. واخدين بالكم يعني انت عملت 5 ماينس 7 على سالب 1 ماينس 3 هي هي لو انت عملت ده ديفايد ده. الإشارة مش بتختلف معاك. تمام؟ يبقى ده هتبقى عبارة عن 7 ناقص 5 على 7 ناقص 5 يبقى 3 ناقص ناقص ايه؟ 1. اديني كام شمسين ده؟ نص. هيبقى 2 3 نص. وهنا ده هيبقى عباره عن ماينس 15 ناقص 7 على 9 ماينس كام؟ ماينس 3 هيديني 55 ده ده سالب 22 على 6 سالب 4 يبقى ده سالب كام؟ 22 على 6 يبقى سالب 11 على 3 صح كده؟ تمام كده 55 نيجي لدي يبقى هيبقى ده ناقص ده ديفايد ده ناقص ده ال 40 هنا ديفايد الايه؟ هنا دي ودي بقى مش ناقصين ده هيبقى عباره عن هيبقى ده ناقص ده يبقى ماينس 16 على 3 ناقص النص ديفايد ال 9 ناقص ناقص ايه؟ 1 فهتجيبها ماشي مش ناقصين بتقف امتى اول ما تلاقي هنا بقى فاليو واحده بس كلمه واحده بس يعني لو كان عندك كمان نقط كنت انت لو عندك مثلا كان في نقطه هنا مثلا انا مسحتها دي لو كان ده 13 وايا كان الرقم ده ايه فكنت هجيب قيمه هنا فبالتالي كنت هجيب قيمه كمان ده يساوي الرقم ده كنت هجيب برده قيمه كمان هنا فبالتالي هنا مش هسيب تلاقي بقى ايه اخد القيمه دي تمام كده لو كان عندك اربع نقط وقال لك انا بتاخد بس الثلاثه في دي برده كله ماشي خلاص يبقى احنا ايه هنقف لحد هنا بس هو قال ثلاثة كله ولا ايه؟ هو تبع الحتة دي هو كان في المحاضرة عامل ايه؟ هو قال لنا قال لنا في الغالب هو زود الحتة دي قيم الاكسات وهنا قيم الوايات يبقى كل اللي بتعمله بدل ما كنت بتعمله في اكس هتعمله في ايه؟ في الواي ده الاختلاف الوحيد تمام؟ ده كده بالنسبه لايه لو انت عندك داتا وعايز تعمل لها فيت في سوليد بولونيا كيرف فيتنج بقى اللي احنا هنخش فيه دلوقتي ده يقدر يعمل فيت للداتا في سوليد بولونيا او في صور كيرفات تانية غير البولونيا او اي صوره عامه حتى لو ما لهاش اسم يعني ممكن يبقى قزاين معلن يعني ايا كان يعني الشكل اصلا
ما تقدر تقدر تقول انه كومبلكس من مجموعه من الدوائر في بعضها. ماشي، امسح ده بقى كده و امسح بتاع الجزء الخاص بالنيوتن ده واديكم بقى كيرف. اخوان نعم، هو انت قلت النيل افضل هنا نيوتن، لان هنا ده السير بتاعه اقل. المفترض الاكزاكت بتاعك 7، ده الداك قيمه 6.99 مثلا، انا بقول لك مثلا، وده الداك 6.96، فده الايرور بتاعه اكبر. ده الايرور بتاعك هنا 4%، وده الايرور بتاعه 1%. فكل ما تقل في الايرور كل ما يكون الطريق احسن. تمام؟ نعم صح؟ الكيرف فيتنج بقى بيبقى افضل من نيوتن واللاجرانج، بس لو انت شغال معاهم في نفس الدرجه، يعني نفس الكيس. مثلا انت لو اشتغلت كيرف فيتنج لمعادله من الدرجه الثانيه، معادله من الدرجه الثانيه، ولبنوميا من الدرجه الثانيه، اسف لاجرانج من الدرجه الثانيه، ونيوتن من الدرجه الثانيه، هتلاقي الكيرف فيتنج بتاع الدرجه الثانيه احسن. يعني الكيرف فيتنج مش احسن كده كجنرال، لان الكيرف فيتنج ممكن اصلا داتا تبقى مناسبه لمعادله من الدرجه الثانيه. لو انا عملت لك كيرف فيتنج في كيرف اكسبريشن مثلا، هل كده هيبقى احسن؟ لا، مش شرط، انتوا واخدين بالكم، يعني مش في جنرال ان انا اقول كيرف فيتنج افضل. هو افضل لو الثلاثه نفس الكيس، لو ده لابرانش بولونيا من الدرجه الثانيه، و نيوتن بولونيا من الدرجه الثانيه، وكيرف فيتنج برضه بتعمل لها فيت لبولونيا من الدرجه الايه؟ الثانيه. ساعتها هتلاقي الايه؟ كيرف فيتنج يديك نتيجه ادق. تمام؟ طيب الكيرف فيتنج بحله ازاي؟ اول حاجه او بشتغل معاه ازاي؟ اول حاجه هيحط لك الكيرف، يقول لك فيت ذا داتا، ويديك نوع معين كده من الكيرف. انت عندك الاله الحاسبه فيها 8 انواع من الكيرفات. الاله الحاسبه فيها تقريبا 8 انواع من الكيرفات تقدر تحلها بيها. اول كيرف معاك في الاله الحاسبه متاح هو اللاين اللي هو ايه؟ زائد بي اكس. وفي الكيرف الثاني واي تساوي A زائد بي اكس زائد سي اكس تربيع. كيرف كمان A في E أس بي اكس. كيرف كمان واي تساوي A زائد بي لين اكس. كيرف كمان اللي انا بديه لك كان هو عباره عن A في اكس أس بي. كيرف كمان A في بي أس اكس. والآلة برضه بتديك الكيرف ده، واي تساوي A زائد بي على اكس. انا عارف ما خدتش كله ايه. انا ممكن الدكتور يجيب لك اي كيرف اصلا انت ما شفتوش اصلا. هو اداني جنرال، اداني جنرال. ماشي ماشي، انا عارف بقول لك ايه. انا بقول لك الدكتور، انا ممكن الدكتور اصلا ما يعني الكيرف فيتنج مش شرط تبقى حافظ كيرف معين، انا ممكن اديك اي كيرف واقول لك اعمل فيت للداتا الكيرف ده، فانت لازم تبقى عارف وفاهم بحل ازاي. انا بقول لك الاله تقدر تجيب لك حل الاله كيرفات. الاله هو الدكتور في الامتحان ممكن يقول لك فيت داتا واديك الكيرف ده. تقول له انا ما خدتش الكيرف ده ازاي؟ ولا هتقول له ايه ساعتها؟ هتحله ازاي لو اداك الكيرف ده؟ ادينا جنرال، ادينا ماشي ماشي كبر دماغك بقى، انا هشرح لكم وهتفهموا. ولا تفاضل ولا بتاع، انا هحل لكم برضه بطريقه سهله كده عن التفاضل. هو ده التفاضل ده، ده بيستنتج لك القانون جه منين؟ انا هتخطى الخطوه دي يعني ما فهمك تحل ازاي على طول. ما فيش وقت نقعد نستنتج لك القانون جه منين؟ اديك على طول الحل، تقدر تحل الحاجات دي ازاي؟ معايا في بالي بقوله ده ولا انت؟ احنا نفس طريقه الدكتور ولا برام الطريقه؟ الامتحان هيبقى ايه؟ مس كيو؟ لا ده مصاري بدي لو مش بتقدر عامة. لا بقوله ده كلمة ممكن اقول لك الفيت داتا، الفيتزا داتا ويديك كلمة من دول. فانا بقول لك انت كده كده هتحلها مانيوال، بس الآلة هتوفر عليك ان انت بتبقى عارف النتيجة، عارف النتيجة حتى من غير ما تحلها مانيوال. تعال بقى نشوف هنحلها ازاي لو احنا اداك داتا زي كده وعايزين نحلها مانيوال. ماشي كده؟ هو نفترض مثلا نحلها ويبقى الكيرف ده برضه معادله من الدرجه الثانيه. نحلها ازاي؟ ما انت دلوقتي فيتزا داتا بيقول لك فرصه كيرف واي تساوي اي زائد بي اكس زائد سي اكس تربيع. هعمل ايه عشان احل؟ خد بالك ركز بقى معايا. اول حاجه بتعمل ايه؟ بتشوف المعادله بتاع ايه هنا بكام شانسين؟ واحد. تضرب المعادله دي كلها في واحد هي هي صح كده؟ وخد سمشن. بدل المعادله دي كلها في ايه؟ في واحد واخد سمشن، يبقى ده تبقى عباره عن سمشن واي بيساوي سمشن ايه؟ زائد سمشن بي اكس زائد سمشن سي اكس تربيع. دي بالنسبه لك اول معادله. فاهم المشكله فيها؟ طيب المعادله دي بكام مش 50؟
باكس قدر المعادله دي كلها في اكس يبقى تبقى عباره عن وخد سمشن يبقى سمشن اكس واي بتساوي سمشن اي اكس زائد سمشن بي اكس تربيع زائد سمشن سي اكس بار ايه بار 3 معايا كده. بعد كده دي معامل سي بكام اكس بار 2 قدر المعادله كلها في اكس تربيع وخد سمشن يبقى تبقى عباره عن سمشن اكس تربيع واي تساوي سمشن اي اكس تربيع زائد سمشن بي اكس بار 3 زائد سمشن سي اكس بار 4 معايا كده شويه. يبقى دول هم الثلاث معادلات اللي انت محتاجها دي كده لو انت عملت التفاضل وهتوصل للنهايه في الايه الثلاث حاجات دي بالموضوع اللي انت تجيب الايرور وتفاضل الايرور بالنسبه لي لكل كونستنت منهم ففي النهايه توصل لايه للثلاث معادلات دول ماشي عشان يبقى عندك مينيمم ايرور ماشي يا نسيم. عرفت ازاي اجيب المعادله دي؟ ان انا بشوف معامل ده كام واضرب المعادله فيه واخد سمشن اول حاجه. المعادله الثانيه بشوف معامل ده كام واضرب المعادله فيه واخد سمشن يبقى دي الثانيه. ثالث حاجه بشوف معامل السي كام واقوم ضارب المعادله فيه يبقى ده ايه ده الثالثه. وبعد كده بعمل ايه؟ خد بالك الان دلوقتي عندك ثلاث معادلات في ثلاث مبيين اللي هو الاي والبي والسي. ما انت لو جبت الاي والبي والسي يبقى انت كده حليت المساله. الهدف بتاعي اصلا ان انا اجيب الاي والبي والسي. فاحنا دلوقتي كوننا ثلاث معادلات في ايه؟ في ثلاث مبيين. بس انت محتاج تجيب قيمه دي بكام ودي بكام ودي بكام الحاجات دي كلها. فبتكتب تيبل بقى بتعمل تيبل. التيبل انت محتاج فيه ايه يا باشمهندس بقى؟ انت هتكتب فيه الاكس والواي وعندك ايه تاني في التيبل؟ عندك اكس تربيع صح كده؟ وعندك ايه؟ وعندك اكس بوار. خلينا في اكس الاول اكس بار 3 موجوده واكس بار 4 موجوده صح ولا لا؟ تمام اللي هي ايه؟ اكس بار 3 ايه واكس بار 4 موجوده ايه؟ تمام؟ وعايز ايه تاني؟ عايز اكس بوار وعايز اكس تربيع في ايه؟ في واي. في حاجه تانيه احنا عايزينها؟ لا هم دول كلهم اللي احنا محتاجينهم. بعد كده عندك الاكسات واخده قيم كام وكام؟ سالب 1 و3 وايه؟ و9 والواي 5 و7 وماينس 15 ماشي كده؟ كل ما عليك بقى انت هتجيب اكس تربيع اللي هو مربع ده يبقى هديك 1 و9 وكام؟ 81 اكس بار 3 اللي هو ايه؟ ده بار ايه؟ بار 3 وهتحطه هنا اكس بار 4 اللي هو ده بار 4 ودول دايما هنا كده اكس بواي يبقى بضرب ده في ده يبقى ده يبقى ماينس 5 وده في ده اللي هو 21 وده في ده هيديك كام ده؟ 135 صح كده؟ سالب 135 وهجيب ده هو كمان. في اي مشاكل في الكلام ده؟ تمام كده مفهومه الحته دي؟ لو انت دي الى الان معايا ولا بشرح بسرعه؟ ولا بشرح بسرعه؟ ماشي هتجمع بقى عشان انت عايز سمشن يبقى سمشن اكس هتجمع دول وتحطهم هنا وهتجمع كل دول ماشي. بعد كده هتعمل سمشن لايه؟ للكلام ده كله تمام كده؟ بعد ما عملت سمشن بقى كل اللي عليك ان انت هتشيل دي وتحط قيمتها بالسمشن بتاعها وتشيل ايه؟ خد بالك بقى السمشن الكونستنت بكام يا باشمهندس؟ بين الكونستنت في الان الكونستنت في الايه؟ في الان. يبقى السمشن الكونستنت ده عباره عن ايه في الان؟ والان ده هو ايه؟ هو عدد البوينتس بتاعتك. يبقى الان ده هو السمشن الكونستنت هو هيبقى عباره عن الايه في الان والان ده هو ايه؟ مع عدد النقط. ماشي كده؟ عرفتوا ازاي لو جت الايه في الان؟ عارفين يعني هو ايه زائد ايه زائد ايه فهو هتلاقي ايه ثلاث مرات اللي هو عدد الايه؟ النقط بتاعته. تمام كده؟ بعد كده يا باشمهندس بعد ما تحط بقى ايه؟ كل قيمه من القيم دي كل قيمه من القيم دي هيبقى عندك ثلاث معادلات ثلاث مبيين هتحلهم على الاله تجيب الاي والبي والسي. ماشي كده؟ بعد ما تحلهم على الاله تجيب الاي والبي والسي هتقوم راجع ايه؟ كاتبهم هنا كده يبقى انت كده ايه؟ جبت الايه؟ جبت الكيرف اللي هو عايزه. لو عايز تجيب الايرور مثلا عند رقم معين بتعمل ايه؟ عند الثلاثه مثلا يبقى انت الواي عند ثلاثه كان بسبعه وهتشيل هنا الاكس وتحط مكانها ثلاثه وتجيب قيمه الواي وتعمل ايه؟ مقارنه ما بينهم وتقدر تجيب الايرور. فهمتوا ازاي اقدر اجيب الايرور هنا؟ طيب ازاي بقى بنحل هنا بالاله بقى؟ حد فيكم يجيب الاله حاسبه؟ ما عشان تجربي حد يكون يعني في زميله مع اله ولا حاجه بحيث ان هو يشوف مع زميله. دكتور قالكم تحت علوم الاله؟ دكتور قالكم مثلا ان هي بتعمل في الاله؟ ماشي لا مع الاله ده بالنسبه لك انت مهم اهم اصلا من اللي انت بتحله ده لان الاله بتديك يعني ايه بتديك ارقام انت بعد كده لما تيجي تحل هتبقى مطمن. لا هو ايه هو على الحساب مش عارف هنكمل نحلها بقى بالاله ازاي؟ استنى يا صبح يا باشمهندس اول حاجه هتدوس زرار الموت وتختار رقم ثلاثه مود ستيت ماشي كده هتلاقي الاله
رقم 2 ايه زائد بي اكس، ايه زائد بي اكس دي لو انت كنت هتشتغل الكيرف ده. هتلاقي رقم 3 اللي هو زائد سي اكس تربيع لو انت اشتغلت الكيرف ده. هتلاقي رقم 4 اللي هي لين اكس يبقى انت لو انت اشتغلت الكيرف ده. هتلاقي رقم 5 ايه اس اكس اللي هو لو انت اشتغلت الكيرف ايه الكيرف ده. هقول بس اعرفكم بس الكيرفات المتاحه. ايه اس اكس دي اللي هي ده اللي هو لو كيرف ايه في بي اي اس بي اكس، وعندك ايه في بي اس اكس اللي هو الكيرف ده، وهتلاقي عندك ايه في اكس اس بي اللي هو الكيرف ده، وعندك واحد على اكس اللي هو ايه ايه زائد بي على اكس. فدي الكيرفات اللي هي زي ما بتكتبوا دول الكيرفات اللي هي متاحه ايه للآلة. فلو الدكتور ده قال لك فيت واختار لك واحد من دول فدي معناه ان انا اقدر احل الكيرف ده من الآلة. وحتى لو ما كانش بتحل بالآلة في حاجات معينه تقدر توصلها لصوره تتحل بالآلة. اقول لكم ازاي تقدروا تعملوا ماشي. فهنا هنختار الكيرف ده اللي احنا شغالين عليه اللي هو رقم كام؟ 3. فيقول لك دخل قيم اكس وواي، هتدخل له القيم دي اللي هي سالب 1 وال 3 وال 9 وال 5 وال 7 وماينس 15. ده شيء بسيط. بقى دخلت الايه؟ الداتا دي بتاع الاكس وواي بالآلة. وبعدين اعمل ايه؟ تدوس زرار اي سي ده. كله دخل الداتا ولا لسه؟ من زرار اي سي دي بقى؟ اي سي يا كمان. اهو جابت لي ماشي. تدوس على زرار اي سي. وبعدين اعمل ايه؟ دلوقتي عايز الاي والبي والسي. شوف معايا ده شيفت واحد. اللي هو شيفت واحد هيديك شيفت ستيت. اللي هو شيفت وده. وتختار رقم 5. تختار رقم ايه؟ 5. هتلاقي في رقم 5 اي وبي وسي. عايز ايه؟ تقوم دايس واحد وتدوس وسام. فيديك الايه 6.75. تاني ايه؟ دوس اي سي. انت كنت نايم اصلا. دوس اي سي كده بس. خلي معانا شيفت ورقم واحد. اختار رقم 5. هيطلع عندك ايه وبي وسي. دوس الاي يديك كنت الاي. تدوس رقم 2 يديك كنت البي. تدوس رقم 3 يديك كنت السي. فهمت كده؟ ده كده لاي كيرف من الكيرفات دي مجرد بس ان انت هتختار الكيرف. هندسه انت بتتكلم مع مين؟ مع نفسك بقى. مجرد بس ما تختار الكيرف وتقدر تجيب قيمه الاي والبي حسب الكيرف اللي انت ايه مختاره. هندسه في نسبه ايرور شغال ولا؟ لا شغال ايه؟ لا لا مفيش فيها ايرور. انا بالنسبه لي انا ايرور على الاله ولا لازم الاله يعني تبتدي القوانين من بعض؟ لا ولا عندك ايرور ولا عندك الاله ايرور. لانك القيم دي كلها انت ما بتقربش فيها اصلا. قيم الصم دي كلها انت ما بتقربش فيها. والاله برضه مش هتقرب فيها. فانت مش هيبقى ولا عندك ايرور ولا عند الاله ايرور. ودي بقى تناقض ايه؟ انت جاي للناس هنا الصم، انت قربت في الصم ما قربتش. فانت عندك هنا ثلاث معادلات ثلاث ملايين برضه هتجيبهم غير تقريب. هتلاقي يعني ايه؟ هتلاقي ارقامك نفس تقريبا الارقام الاله. نادر قوي يعني ممكن في رقم من 100 مثلا تلاقي مختلف بينك وبين الاله. لو جت على كده يبقى مش مشكله. انت عارف فاصل ازاي احضر حلال الاله؟ فاهمك ولا ايه؟ طيب اديكم بقى كيرفات تانية لو ما كانش بتحل الاله اعملها ازاي؟ او انا عايز الاله مانيوال اصلا. يعني الحاجات دي زي كده اصلا دي الاله ماشي هعرف احلها. طب انتوا تعرفوا تحلها مانيوال؟ لين هناخد الغريب لازم ناخد لين الطرفين. لين امسح دي يعني اكسس زي كده شمسين صوره رسميه واي بتساوي ايه في اكس اس بي اللي انا عايز احلها بالاله هتتحل على طول. لو انا عايز احلها مانيوال اصلا بقى لو هو مطلب منك تحلها مانيوال وعايز تحلها مش هتعرف تحلها غير كده لازم توصلها الى صوره معادله لينير. لازم توصلها ايه الى صوره معادله ايه لينير. فانت هتعمل ايه فيها؟ تاخد لين الطرفين تحس ان الضرب ده يتحول ايه؟ جمع. وده عندك هنا هتبقى لين الواي لين واي هيساوي لين ايه زائد لين اكس اس بي اللي هو بي لين ايه؟ اكس. معايا كده شو حسين؟ وكل ما عليك بعد كده ممكن تاخد دي تسميها واي كابيتال مثلا. بتساوي لين الاي دي اسميها ايه كابيتال. والبي دي هتبقى زي ما هي لان مفيش تغيير فيها. يبقى بي وهنا لين اكس دي اسمها اكس ايه؟ كابيتال. بعد كده يبقى انا خدت ايه؟ اي حاجه مش لينير اسميها رمز تاني.
بس نخلي معادله اكس واي بس. تمام؟ بعد كده بقى دي خلاص اقدر احلها عادي ان انا ايه واعمل ايه هنا كام؟ واحد يبقى دي اول معادله بالنسبه لك سمشن واي تساوي سمشن ايه زائد بي سمشن اكس دي اول معادله. ثاني معادله ان انا اضرب في ايه؟ في اكس كابيتال اضرب في ايه؟ في اكس كابيتال بقى عباره عن سمشن اكس كابيتال في واي كابيتال تساوي سمشن ايه كابيتال في اكس كابيتال زائد بي سمشن اكس ايه كابيتال تربيع. يبقى دي عندك المعادلتين. تمام كده؟ فهنا اللي هيتغير بقى عندك الاكس والواي زي ما هما هيبقى عندك هنا مش مقصين الاكس كابيتال اللي هي كام اللي هي كام لين اكس الاكس كابيتال اللي هي ايه؟ لين اكس سمول والواي كابيتال اللي هي عباره عن لين ايه؟ واي سمول. ماشي كده؟ عندك هنا اكس واي اكس كابيتال واي كابيتال. عندك ايه تاني؟ عندك واي كابيتال تربيع. تعرف كده؟ اللي هي اس اكس كابيتال تربيع. في حاجه تانية موجوده هنا احنا محتاجينها؟ يبقى انت ازاي اقدر اجيب لين اكس لين الرقم ده؟ بس خد بالك المساله دي مش هتنفع مع لين لان ده سالب. بس انا بديك بس كده اي ارقام يعني. فالمفترض دي ما ينفعش معاها لين لان الارقام دي ايه؟ سالبه. يعني بمعنى اصح ان الكيرف ده ما ينفعش اصلا يمثل سيموليشن. ماشي كده؟ مش هينفع يبقى حاجه زي كده. تمام؟ لاني لو اكس سالب اكيد قيمه واي لازم كانت تبقى سالب. يعني مش هينفع يعني تمام؟ فهنا هتجمع مثلا الداتا فهتلاقي بس هتلاقي ساعتها الارقام مظبوطه يعني مش حاجه اتنين كيلو. ماشي كده؟ فانت هتجيب ايه؟ هتجيب ده اللي انت تعمل لين ده ولين ده ولين ده ولين الواي برضه هتجيب لين الايه؟ الارقام دي واكس كابيتال واي كابيتال هتضرب ده بقى هو اللي في ده. ماشي كده؟ اكس كابيتال تربيع اللي انت ايه؟ مربع ايه؟ في الحاله دي ده. تمام كده يا شباب حسين؟ بس انت خلاص هيبقى جبت الحاجات دي كلها بقى هتشيل ده وتحط قيمته وتشيل ده وتحط قيمته وتشيل ده وتحط قيمته وتشيل ده وتحط قيمته. يبقى عندك معادلتين في مجهولين هتجيب الاي كابيتال والبي. خد بالك لما تجيب هتجيب ايه كابيتال وبي مش اسم اون. يبقى انت كده جبت ايه كابيتال. ايه علاقه ايه كابيتال بايه اسم اون؟ الايه كابيتال عباره عن ليه ايه اسم اون. يبقى اقدر اقول ايه اسم اون عباره عن ايه اس ايه؟ ايه كابيتال. يبقى انا بعد كده عشان اجيب اسم اون بتاعتي اللي هو احطها في الكيرف بتاعي اللي هتبقى عباره عن ايه اس ايه؟ ايه كابيتال. اتفهمت كده؟ ماشي معايا كده؟ اديكوا كمان مثال. اديكوا مثال بقى لايه للمعادلات لو انت عايزين تحولها. يعني عندك مثلا واي تساوي مثلا هنا واحد وهنا ايه؟ لا خليها بس ايه بقى؟ واحد زائد بي اكس وهنا ايه؟ ماشي يا شوسي؟ دي حاجه زي كده واللي فيت زادت وعايزه في الكيرف ده بالشكل ده. مش كده؟ دي ولا اي حاجه موجوده في الاله. فلازم تعمل ايه بقى؟ لازم توصل المعادله دي بصوره لينير. انا اقدر اعمل ايه؟ ممكن تقلب الايه؟ تقلب ده كله يعني تقلب ده وتقلب ده. يبقى عندك هنا اقدر اقول لك ان واحد على الواي ايكوال واحد زائد بي اكس على الايه؟ على الايه؟ صح كده؟ واحد على الواي ممكن اسميها واي ايه؟ كده. دي كده عباره عن ايه؟ ده عباره عن واحد على ايه؟ زائد بي على الايه؟ في الاكس، صح كده؟ واحد على ايه دي ممكن اسميها ايه كابيتال؟ وبي على ايه ممكن اسميها بي كابيتال؟ وهنا اكس. وفي الحاله دي ممكن اشتغل دي بالاله. ممكن اشتغل دي ايه؟ بالاله، بس خد بالك لما تيجي تشتغل دي بالاله وتدخل الاله ان هو الاله تقدر تحل الكيرف ده، صح ولا ايه؟ عشان تيجي دي كابيتال ودي، بس خد بالك لما تيجي تدخل دي بالاله لما تيجي تدخل واي، واي دي عباره عن واحد على واي. عباره عن ايه؟ يعني لما تدخل واي بالاله هتدخل واحد على خمسه، وواحد على سبعه، وواحد على ماينس 15، اما الاكس ما حصلش فيها تغيير. فهسيبها ايه؟ زي ما هي. لما تدخل دي على الاله هيطلع لك قيمه دي كابيتال اللي هي كانت عباره عن كام عندنا؟ واحد على اسمه، فمن هنا اقدر اجيب الايه؟ اسمه. وعندك البي كابيتال كان عباره عن بي على الايه؟ انت دلوقتي عرفت قيمه الايه؟ اقدر اجيب قيمه الايه؟ للبي. خلاص جبت الايه والبي اقدر ارجعهم للكيرف الثاني. يبقى ده انا بقول لك دي كده لو انت عايز بقى تحلها مانيوال كنت ايه؟ هتضرب دي في واحد وبعدين هتضرب دي في الايه؟ في الاكس وتعملها. لو انت عايز تجيب دي بالاله كنت لازم تحطها في الصوره دي وتحلها. احيانا لما تيجي تحولها
بتطلع صوره ما ينفعش تحلها بالاله لانها بتطلع صوره مختلفه عندهم كلهم فدي مش هيبقى قدامك حل غير انك تحلها ايه مانوال يبقى انت احيانا لما تعدل الصوره ممكن تجيب لك صوره موجوده على الاله فتقدر تحلها بالاله ممكن لما تعدل صورتها بيديك صوره مش موجوده بالاله فلازم تحلها ايه مانوال فاهم الموضوع ماشي هل عندك اي سؤال